والأرواح لا تفنى، إنما الذي يفنى الجسد. وفي ذلك يقول الناظم: ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم. يقول ثمانية أشياء مستثناه من قول الله كل من عليها فان. إذا نفخ في الصور في ثمانية أشياء ما تفنى وكل شيء يفنى. إيش الثمانية؟ قال: ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي، نار وجنة وعجب وأرواح، كذا اللوح والقلم. العرش والكرسي، نار وجنة وعجب. العجب هو آخر فقرة في الظهر التي منها يخلق الإنسان، وعجب وأرواح، الروح لا تفنى، كذا اللوح والقلم، القلم الذي تكتب به مقادير الخلاق واللوح المحفوظ، أي ذكرها السيوطي رحمه الله. موت الروح الحقيقة ليس موتا، إنما مفارقة للبدن. إذا طلعت الروح من البدن مات البدن، لكن الروح يصعد بها إلى السماء، ثم إن كان مؤمنا استفتح له ففتح له، وإن كان غير ذلك يعني كما قال الله تعالى: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى ترمى من فوق السماء، لا تفتح لهم أبواب السماء. هؤلاء اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح، فاختلفوا، أحد يقول اسألوه، الثاني يقول لا ما رابكم إليه، والثالث، حتى قرروا يسألونه. فقام إليه رجل منهم فقال: يا أبا القاسم، حدثنا، ما الروح؟ فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فسكت عنه فلم يرد عليهم شيئا، وقام ساعة متوكئا على عسيب ينظر وأنا خلفه، اللي هو عبد الله بن مسعود راوي الحديث. ساعة هنا ليس المقصود ساعة 60 دقيقة يعني التي عندنا، ساعة يعني برهة من الزمن، وقتا من الزمن، ساعة. فقلت إنه يوحى إليه. لما سكت النبي صلى الله عليه وسلم وسكت عنهم ولم يتكلم، قال الآن يوحى إليه. قلت إنه يوحى إليه، فتأخرت عنه فقمت مقامي، يعني قمت واقفا، فلما نزل الوحي وانجلى عنه قال: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فقال بعضهم لبعض: قد قلنا لكم لا تسألوا، يعني تسببتم في نزول القرآن. سأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ويزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.